تميز العراق عبر تاريخه بسعة مساحات الأراضي الزراعية والتي يغذيها نهران كبيران وعدد من البحيرات، الأمر الذي جعل الزراعة الدعامة الأساسية للاقتصاد حتى الأعوام الأولى من تأسيس الدولة العراقية، حينها بدأ عصر النفط في العام 1925 ليشهد بعدها طفرة تنموية في الخمسينيات من القرن الماضي تمثلت في بناء مصانع للصناعات التحويلية والأدوية والأغذية والجلود وحتى تجميع السيارات والتعدين وبناء السدود ومشاريع الري. في بداية الخمسينات شهدت العراق استقرار نسبي ووضعت خطة تنمية، وأكثر مشاريع العراق الاستراتيجية اللي بنيت وأسست على أساس هذا الخطة التنموية، وبعدها شهدت العراق الانقلابات العسكرية. إلا أن انتكاسات شهدها العراق بدءا من نهاية الخمسينيات من القرن الماضي غيرت مجرى اقتصاد البلد، إذ انشغل العراق بحروب وتوترات سياسية عطلت مشاريع الصناعة واستثمار الأراضي، ليتحول الاقتصاد العراقي مع أوائل الثمانينيات إلى اقتصاد ريعي يعتمد على صادرات النفط بالدرجة الأساسية. يشكل النفط 95% من عائدات العراق للموازنة، وهذا يعتبر ناقوس خطر خلال العشر سنوات القادمة التي ستعمل الدول الأوروبية والعالمية على إيجاد طاقة بديلة للنفط. وهذه المرحلة الصناعية الرابعة للطاقة المتجددة إنتاجها يصبح أقل من إنتاج النفط، هذا راح يسبب لنا مشاكل كبيرة جدا. وفي حين أسهمت سنوات الحصار الاقتصادي على العراق إثر احتلاله دولة الكويت في القضاء على ما تبقى من قدراته الصناعية، عانى العراق بعد العام 2003 من حزمة مشاكل بعضها أمني وآخر يتعلق بالفساد وسوء الإدارة أدت إلى استنزاف مقادير كبيرة من موارد البلد. ويعاني العراق حالياً من ديون داخلية وخارجية بلغت أكثر من 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديوناً معلقة منذ الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أقر مشروعاً اقتصادياً باسم الورقة البيضاء يهدف لتنويع موارد الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة على أمل أن تسهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية في البلاد. عبد الحميد الزباري، الحرة، أربيل.